والآن وصلنا إلى موعد الأخبار الاقتصادية. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما هبة حسين ويسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من تقريره الدوري مقتطفات تنموية، يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية. أشار التقرير إلى إشادة وكالة فيتش العالمية بجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوقعات الوكالة بنمو قطاع البناء والتشييد بمصر بنسبة 11% خلال العام الجاري. كما أشار التقرير إلى تحذير البنك الدولي من الركود الاقتصادي العالمي وأنه هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وتوقعاته بأن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد هذا العام ليصل إلى 2.9% مقارنة ب 5.7% العام الماضي. اختتم رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع جولته الخارجية بهولندا والدنمارك والتي استغرقت 4 أيام. استهدفت الجولة بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية بتوقيع اتفاق ثنائي بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. خلال لقائه فريق الإدارة العليا بمحطة ماسفلاكت للحاويات بميناء روتردام، استمع ربيع إلى عرض تقديمي من مدير المحطة يان باوزا، تعرف من خلاله على إمكانيات المحطة التي تعد من أكثر محطات الحاويات الأوروبية تطوراً وحدثة، حيث تدار كافة عمليات التداول بأنظمة تكنولوجية متطورة تتيح أداء العمليات ذات الصلة أوتوماتيكياً. أكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة أهمية دور المحافظة زراعياً باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجاً للمانجو. وخلال المؤتمر الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الأولى 2022 الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، دعا محافظ الإسماعيلية جميع المواطنين لحضور فعاليات مهرجان المانجو يومي 19 و20 من أغسطس. من ضمن الأهداف الرئيسية للمؤتمر الترفيه على يعني أهل محافظة الإسماعيلية بالإضافة لزوار الإسماعيلية، فيبقى في كرنفال متحرك ثم عدة أماكن موجودة للجمهور في حديقة نمرة 6 وفي نادي الفيروز وفي حديقة الشيخ زايد وفي نادي السلام وفي أماكن مختلفة من مراكز مدينة الإسماعيلية. هيبقى فيها عروض فنية وهيبقى فيها عرض لمنتجات المانجو المختلفة، وهيبقى الأسعار هي أسعار الجملة اللي موجودة في سوق الجملة في إسماعيلية عشان نقدر نتيح يعني هذا المحصول وهذا المنتج لأهالينا بالكامل في المحافظة والزوار المحافظة من خارج مدينة محافظة الإسماعيلية. إلى البورصة، حيث أنهت البورصة نهاية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 669 و536 من ألف مليار جنيه. على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 9988 نقطة، مرتفعا بنسبة 23% نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، مرتفعا بنسبة 22%. وقفز مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. يسجل الدولار الأمريكي
19.9% للشراء و19.17% للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 19.75%، 19.84%. الجنيه الإسترليني 23.36%، 23.46%. الدرهم الإماراتي 5.19%، 5.22%. الريال السعودي 5.8%، 5.10%. في أسواق المعادن النفيسة، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.3% ليسجل 1786 دولاراً للأوقية، وذلك من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من دلائل على تراجع التضخم بأكبر اقتصاد في العالم. محلياً انخفضت أسعار الذهب 3 جنيهات ليسجل عيار 18.907 جنيهات للجرام. بالنسبة لعيار 21 وصل إلى 1051 جنيهاً للجرام. عيار 24 وصل إلى 1201 جنيهاً للجرام. أخيراً الجنيه الذهب وصل إلى 8466 جنيهاً. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم بيوليو ارتفع إلى 5.34% على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر السابق ارتفع معدل التضخم 32%. نهاية الأخبار الاقتصادية.